برحب بحضراتكم ومجموعة من الأخبار، لكن اسمحوا لي قبل ما أبدأ فقرة الأخبار خليني أكلمكم عن الحلقة الجاية إن شاء الله يوم السبت، واللي جهزناها لحضراتكم علشان تشوفوا أملاككم. فكرة إن المصانع الجديدة دي، لما شفنا اللي كان حاصل الفترة اللي فاتت عن مصنع الحديد وقد إيه الناس سايرة إن ده من وقت رئيس جمال عبد الناصر، وإن ده إرث شعبي، وإن ده ممكن يتصلح مش لازم نقفله، حسيت قد إيه إن إرثنا ده هيفضل معانا. والمصانع اللي اتعملت في وقتنا إحنا ده من حظنا، يمكن إحنا دايما نقول إن إحنا جيل مظلوم، جيل اللي هو حصل اللي راحه ولا قادر يوصل للي بعده إن شاء الله. لكن فكرة بقى إن يبقى عندنا مصانع بتاعتنا اتعملت في وقتنا وافتتحت من 6 شهور بكل الجودة دي، كان لازم حضراتكم تشوفوها، كان لازم تشوفوا أملاككم، تشوفوا مستقبل ولادكم شكله إيه. كنا صورنا حلقة وإن شاء الله هتتعرض على حضراتكم يوم السبت القادم في مجمع الروبيكي للغزل والنسيج، مع حضراتكم بعض اللقطات للمكان، قد إيه حاجة تشرف، قد إيه عمل ما تقدرش. حلقة هتكون مختلفة حقيقي مختلفة. إحنا رحنا قبل كده، رحنا الجلالة، رحنا العالمين بعدها، بعد كده رحنا الشرقية في زيارة لمحافظة الشرقية. كل حلقة من دول كان ليها طابع خاص، يمكن إلى حد ما الجلالة العالمين فيها شيء من شيء الترفيه شوية، لكن بيظهر المجهود اللي شغال علشان نشوف البكرة في المكان ده هيبقى إيه. أما عن مجمع الروبيكي للغزل والنسيج فده شيء مختلف نهائي، حلقة هتلاقوها مختلفة جداً. كل اللي تقدر تقوله ان انت تشوف القطن المصري اللي كنا بنتكلم عليه بقى طول السنين احنا بندرس فيها، اعظم انواع القطن، طويل التيرة، بيتاخد من غير اي يعني صناعة ولا حاجة، بيتاخد خام يتصدر للخارج، احنا بنستفيدش منه. فكرة بقى ان يبقى عندي كمان صناعته هنا، عايز اقول لحضراتكم لما تشوفوا الفتلة اللي طالعة من القطن المصري قدام عينك الاحساس مختلف نهائي. انا علشان كده حبيت ان انتوا تشوفوا ده، فيش اسهل ابدا من احنا نقعد اقعد مع حضراتكم واكلمكم عن المكان ونجيب لقطات زي كده. ده ما كنتوش هتحسوا اللي انا حسيته لما عملنا الحلقه كامله قدامكم كده، ده الخيوط المصريه اللي من القطن المصري، حاجه فعلا تستحق ان احنا كنا نعمل كل المجهود ده ونروح المكان ده. عايزه اقول لكم اسهل كتير الواحد يعمل ده هنا، لكن عايزه الناس اللي ورا الكاميرا تعبت كتير، كل الكرو حقيقي علشان حضراتكم تشوفوا الحلقة دي إن شاء الله يوم السبت الجاي، حاجة بجد تشرف. عمال مصريين، إدارة مصرية، هندسة مصرية، بعض الخبرات الأجنبية الموجودة، ومش بعض، هو شخص واحد باكستاني اللي قابلناه وبيستعينوا بيه، كان في أكبر الشركات النسيجة على مستوى العالم، وده شيء رائع أن أنا بحاول أنافس على مستوى عالمي مش على مستوى مصري بس. عايز أقول لكم فكرة أن أنا يبقى عندي المصنع ده بالفخامة دي وبشهادة المهندسين اللي هتسمعوهم معنا الحلقة الجاية، إن الماكينات الموجودة والمعدات الموجودة وكل ما يساعد هذه الصناعة الموجود ينافس أو يصل إلى، في بعض المصانع الغزل والنسيج في مصر ما فيهاش ده، لكن على المستوى العالمي هي بتنافس، جايبين آخر أحدث حاجة وآخر حاجة في كل الماكينات الألمانية الموجودة، وده اللي هتشوفوه معنا الحلقة الجاية. حابة حضراتكم تشوفوا إرثكم، تشوفوا ممتلكاتكم اللي جاية منكم ومن فلوسكم ومن تعبكم، وحقيقي هنسيبها لولادنا وحاجة تشرف. أنا بشكر زمايلي اللي سمحونا أن احنا نعرض عليكم ده قبل السبت الجاي علشان تساعدونا وتستعدوا كده وتتابعوا حلقتنا، وهستنى رأيكم في الحلقة دي زي ما بعتونا في الجلالة، زي ما بعتونا في العالمين وفي الشرقية، حقيقي ردود أفعالكم اللي بتوصلنا وبتسعدنا وبتحسسنا أن احنا لازم نبذل مجهود أكبر وأكبر علشان نشوف ممتلكاتنا، وده حقنا وحقكم علينا كمان ان احنا نخليكم تشوفوا الممتلكات بتاعتكم دي. بنشكر السيد الرئيس اللي افتتح مجمع الروبيكي من 6 شهور، يمكن كان اهتمامي احنا رحنا حاجات قبل ما تتفتح، لكن حبينا كمان نروح مكان بعد ما اشتغل ب6 شهور ونشوف مدى التطور. عايز اقول لحضراتكم السيد الرئيس كان اثناء كلمته في الافتتاح كان بيقول لهم انا عايز تقرير كل شهر. انا سالت رئيس مجلس الاداره اللي هو كامل هلال، هل فعلا بتودي للسيد الرئيس تقرير كل شهر؟ قال لي لو احنا ما بعتناهوش هم يبعتوا يسالوا عليه ويتناقش بكل تفصيله، ودي الاداره الصح، ان انت مش مجرد تفتح مشروع تسيبه ما تعرفش عنه حاجه، لكن كمان تتابع. لفت نظري انضباط كبير، لكن هسيب تفاصيل بقى للحلقه لان بجد هتكون حلقه ان شاء الله ان شاء الله على قدر كافي من انتوا حضراتكم تشوفوها وتلاقوا فيها كل الاجابات عن مجمع الروبيكي ان شاء الله.
خلينا نبدا فقرتنا الاخباريه مع حضراتكم. واللي وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل الى اشقاء القاده العرب عن اعتزام مصر اعاده ترشيح احمد ابو الغيط امينا عاما لجامعه الدول العربيه لفتره ثانيه مدتها 5 سنوات، وتطلع لدعم القاده لهذا الترشح وفقا لما يقتضي به احكام ميثاق جامعه الدول العربيه. خلينا ناخذ مع حضراتكم سياده السفير رقا احمد حسن مساعد وزير الخارجيه الاسبق. مساء الخير سياده السفير. مساء الخير، الصوت واطي جدا، انا مش سامع حضرتك. انا برحب بحضرتك يا فندم، كده كويس؟ عليه شويه كمان لان واطي قوي. حاضر. كيف ترى ترشح السيد احمد ابو الغيط مره اخرى لرئاسه جامعه الدول العربيه؟ يعني طبعا هو احمد ابو الغيط ده من الدبلوماسيين المصريين المتميزين، وايضا بالنسبه للمدرسه الدبلوماسيه الهادئه، وان هو عنده المام شامل بالقضايا العربيه سواء اثناء عمله في السلك الدبلوماسي المصري او توليه وزاره الخارجيه او الخمس سنوات اللي قضاها في جامعه الدول العربيه. فبالتالي جرى العرف عاده بالنسبه لل الامين العام او الامناء العامين للجامعه العربيه اللي بيأدوا دورهم بتميز ان هو بيتم التمديد ليهم يعني. وبالتالي مصر بتطلب يعني اتباع هذا التقليد. خلينا نسال حضرتك انه يتمد له لفتره اخرى 5 سنوات. تقييم حضرتك للفتره الماضيه برئاسه السيد احمد ابو الغيط؟ يعني هو الفترة الماضية، أنا عاوز أقول أولا نقطة يعني أساسية، الأمين العام لجامعة الدول العربية هو بيعد للاجتماعات سواء على مستوى الوزراء، في سواء الوزراء الخارجية أو وزراء العمل أو وزراء الداخلية إلى آخر كل القطاعات التعاون العربي المشترك من ناحية الإعداد، ثم متابعة ما يتخذ من قرارات. أمين جامعة الدول العربية لا يتخذ، ليس له قرارات، ليس له موقف، هو فقط لا ليس له قرارات، هو بيقترح. وبعدين أمين جامعة الدول العربية لابد أن يكون لديه من اللباقة الدبلوماسية أن هو يراعي الاختلاف المواقف بين الدول العربية بحيث أن هو لا ينحاز إلى موقف دون آخر، لأن هو بيمثل مجموعة الدول العربية. فده اللي بيتميز به الامين عام، اي امين عام ناجح ان هو بيحرص على هذه الوظيفه، لان هذه وظائف بتكون صعبه، في ان الامين العام لابد ان يوائم ما بين اتجاهات احيانا تكون متعارضه احيانا تكون متضاربه، ولكن هو يمثل كل الدول الاعضاء في جامعه الدول العربيه. سيادة السفير، ودائما يبرز الجوانب الايجابيه، لان الهدف ان الجامعه العربيه هي بيت العرب، هي التي تجمع العرب وتوحد كلمتهم، ولذلك من المنتظر في المرحلة القادمة، ده كان سؤال القادم، على ضوء المصالحات بين الدول العربية أن تكون فترة تشهد يعني طفرة في العمل الجماعي العربي. هل ممكن بعد ما شفنا دول عربية يعني قايلة للسقوط ودول عربية مقتحمة ودول عربية بعد كل اللي حاصل في العالم العربي ده، هل ممكن يكون في استفاقة من القيادات العربية اللي تجمع الصف العربي وتخلي فيه قوة، ما تخليش حد ممكن يجي على أي دولة من الدول اللي بتقتحم الآن من دول غازية؟ يعني كما يقال إن التجربة العملية المريرة هي بتكون خير درس للجميع، سواء للدول التي أديرت وأصيبت بهذه الأضرار الفادحة، سواء التخريب أو التدمير أو تشرير أهلها زي في سوريا واليمن وليبيا، وأيضا ما يحدث في العراق، ده بيبقى دروس للدول نفسها وللدول الأخرى. ومن هنا لابد أن هذه الدول يعني الحاضنة العربية تضمها إليها وتقدم لها المساعدة، ويتوقف عن التدخل في شؤونها سواء من القوى الإقليمية الموجودة في الشرق الأوسط زي تركيا وإيران وغيرها، وأيضا من القوى الدولية الأخرى. وبالتالي ده يتوقف على أن الدول العربية نفسها تاخد موقف يساعد على حل هذه الأزمات. نتوقع إن شاء الله دور حقيقي لجامعة الدول العربية الفترة القادمة. بشكرك جدا سيادة السفير رقا أحمد مساعد وزير الخارجية الأسبق، بشكرك يا فندم.
أيضا اليوم اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي. وجه السيد الرئيس بمواصلة تطبيق الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشر الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، خاصة فيما يتعلق باحتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. أعتقد أن احنا بنحذو حذو جيد وخاصة في الملف الاقتصادي. كل يوم في قرارات جديدة، كل يوم في قرارات بتشهد أن احنا فعلا ماشيين على الطريق السليم في الملف الاقتصادي. هكمل مع حضراتكم، والنهاردة اجتمع أيضا السيد الرئيس مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين. وجه السيد الرئيس بتركيز الدراسة الأكاديمية في الجامعات الجديدة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية لتطوير للتطورات التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية للسوق. وده اللي شفته في كل الجامعات الأهلية اللي احنا رحنا وزرناهم. أنا زرت أكتر من جامعة، منهم اللي طلع على الشاشة ومنهم اللي لسه هيطلع. برامج جديدة، مناهج جديدة، دراسات جديدة علشان نواكب السوق. بما أن عندي كل يوم في السوق مجال جديد بيتفتح جديد على الشارع المصري، كمان لازم يبقى عندي الطالب المصري. ما أنا عايز أقول لحضراتكم ده على مستوى حتى المصانع الجديدة اللي بتتفتح، بيعمل جنبها كده زي مركز تدريب، بيطلع منه العامل متدرب صح فاهم صح يتنقل للمصنع. نفس الكلام على مستوى الجامعات والسوق. أنا عندي سوق دلوقتي بقى في متطلبات جديدة، بقى في تخصصات جديدة، بقى يضاف على كل الجامعات الأهلية اللي بدأت تفتح جديد برامج جديدة وكل المجالات اللي ممكن يحتاجها السوق المصري. وده شيء رائع، أنت بتغذي السوق بشخص فاهم، وفي نفس الوقت هو بيدرس دراسة يطلع منها ما يبقاش عاطل، ما يبقاش عندي البطالة كمان المبطنة اللي هي بتبقى يعني بيروح شغل هو ما بيعملش فيه حاجة أو ما يفهمش فيه حاجة. فدي أعتقد نقطة مهمة جدا الفترة الجاية. كمان هنكمل مع حضراتكم، أجرى السيد الرئيس اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطمأن على سلامة أخيه الرئيس التونسي أثر وقعة البريد المرسل للرئاسة. رئاسة الجمهورية التونسية متمنيا له دوام الصحة والعافية. خلينا مع حضراتكم ناخد أستاذ بهاء عياد باحث متخصص علاقات دولية وشؤون الأمن القومي. مساء الخير أستاذ بهاء. أهلا وسهلا، برحب بحضرتك. وخليني أفهم من حضرتك أو آخر الأوضاع الآن في تونس كيف تسير؟ يعني بالتأكيد التطور الأبرز حاليا في تونس هو يعني محاولة اغتيال الرئيس التونسي السيد قيس سعيد من خلال يعني مغلف مسمم. ويمكن التطور الأخير في هذه المسألة هو إعلان النيابة العامة التونسية أنه الظرف اللي تسلمته من الرئاسة لا يوجد به أثار لمادة سامة. يمكن طيب حصلت مديرة مكتب مديرة الديوان اللي فتحت الظرف ده حصل لها إغماء، جالها صداع، فقدت البصر بشكل يعني كبير. عفوا، مديرة الديوان الملكي الرئاسي اللي تلقت هذا الطرد يقال ان جالها صداع، فقدت البصر بشكل مؤقت. ايه هو ده بالفعل حقيقي، واكثر من شخصيه في الرئاسه تاثرت صحيا، وهو من المعروف حتى ان الاظرف هذه المسممه لا تترك اثر. يعني هو اصلا من ضمن اسباب اللجوء الى مثل هذه يعني العمليات الاغتيال انه لا تترك اثر مادية، يعني هي بتكتفي فقط بالتأثير اللحظي اللي بتحدثه وقت فتح هذا الظرف. ولكن يعني المسألة الأشد يعني دلالة من هذا أنه رغم فشل هذا الظرف في اغتيال الرئيس التونسي إلا أنه لم يفشل في تسميم الأجواء السياسية المشتعلة بالفعل ما بين الرئاسات الثلاثة في تونس، رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. يعني بما يعني وتبسيطا للمشهد، اننا نشهد محاوله للبننة تونس او استنساخ الامر، يعني التعقيدات السياسيه الموجوده في لبنان في تونس. واذا نظرنا الى المشهد التونسي المشتعل منذ شهور هنجد انه واضح تماما انه نتيجه يعني ما تتعرض له تونس من الوقوع تحت سرطان تنظيم الإخوان ومحاولتها الهيمنة على المشهد السياسي. طبعا هي تسيطر على البرلمان وتسعى أيضا إلى السيطرة على الحكومة، والصراع
الناشئ في تونس حاليا هو نتيجة رفض الرئيس التونسي لهذا التوجه ورفضه في لموضوع تعديل الحكومة. تونس تشهد انتفاضة يومية تقريبا ضد البرلمان الذي تسيطر عليه حركة الإخوان، هي حركة يعني احتجاجية ضد محاولات إخوانة الدولة، ويعني واضح تماما أن تسميم الأجواء السياسية مشتعل ومتزايد بغض النظر حتى عما ستقول إليه يعني التحقيقات في عملية أو محاولة تسميم الرئيس التونسي. أشكرك جدا أستاذ بهاء عياد، باحث متخصص علاقات دولية وشؤون الأمن القومي، بشكرك جدا. خلينا نكمل مع حضراتكم، ويمكن الملف الأهم واللي كان يمكن في كلمة السفير سامح شكري رئيس وزير الخارجية أمام البرلمان يمكن حسمت الموقف وطمنت كتير من المصريين، أن مفيش نقطة مية هتروح من مصر، مفيش تنازل عن أي شيء ممكن يعني يأثر على حياة المصريين. أفادت قناة العربية بأن القاهرة أعلنت عن رفضها عملية ملء السد، وأعربت عن تمسكها بعقد اتفاق ملزم لكل الأطراف يضمن حقوق مصر المائية، مع رفضها بشكل قاطع عمليات ملء سد النهضة مجددا قبل الوصول للاتفاق. وأشار المصدر بحسب العربية أن مصر ترفض نهائيا الرد حاليا على اتهامات أثيوبيا لها بتعطيل مفاوضات سد النهضة. خلينا مع حضراتكم ناخد تليفون دكتورة هبة البشبيشي خبير الشؤون الأفريقية. مساء الخير يا دكتورة. مساء الخير، ازيك يا دكتورة؟ وحشانة يا دكتورة هبة. انت اكتر والله. مبروك عليك، انا ببارك لك علشان الحصول رسميا على الدكتوراه، الف مبروك. الله يبارك فيك حبيبتي، الف مبروك. خلينا اسالك بقى عن التصريحات المصريه اليوم، ويمكن خلينا افكر الناس، كان في اجتماع، اخر اجتمااع كان لاثيوبيا ومصر والسودان كان يوم 10 يناير، والاول مره تطلع مصر تقول ما حصلش اي شيء، وتعتبر هذا الاجتماع كان فاشل. قولي لي احنا وصلنا لحد فين دلوقتي؟ والله رجعنا للمربع صفر في المفاوضات مرة أخرى، والحقيقة طبعا يعني دي كانت صدمة بالنسبة لنا كمتخصصين في الشؤون الإفريقية، لكن أنا بثق في فريق المفاوضات المصري، وأثق في السيد سامح شكري وزير الخارجية، وعارفة أن هم بيقودوا يعني فريق العمل بصورة جادة جدا وبصورة أمينة وأيضا بصورة دقيقة، والحقيقة الدقة مطلوبة في كل كلمة تصدر عن يعني الجانب المصري، لأنه واضح إن إحنا واقعين في موسوعة الجانب الأثيوبي، الحقيقة فيه يعني نوع من أنواع التعنت، نقدر نقول أنواع يعني التحجر كده، مش قادرين نشيل الحجر العثرة اللي موجودة حتى الآن ما بين فريق المفاوضات المصري وفريق التفاوض الأثيوبي. الحقيقة هل ممكن نعمل زي ما عملنا في الملأ الأول يتجاهلوا كل ما يحدث أو كل اعتراض من مصر والسودان ويتم الملأ الثاني يا دكتورة؟ هو المؤشرات كلها بتقول ان هم ماشيين في الاتجاه ده، نفس الفكره، نقعد نسوف. انت عارفه ان انا بقرا الصوره من الجانب الاخر، فانا بقول انه ما اعتقدش ان ده ممكن يحصل بصوره او باخرى، يعني لان في ضغوط كبيره على اثيوبيا. كمان هيتحول سد النهضه لقنبله موقوته، يعني هو عمال يحوش في ميه ما بيولدش منها كهرباء، ممكن اي ارتدادات ارضيه تاثر على السد بكم الميه المهول اللي موجود وعمال يخزنه. الحقيقه هو ما استفادش من الاقتراح الامريكي الخاص بعمليه الملء اثناء الفيضان، ودي ضمن الاشكاليات اللي اثيوبيا ما بتجاوبش عليها ولا حتى المتخصصين بيجاوبوا عليها، ان احنا نقدر ناخد الجزء الاكبر من الميه اللي احنا عاوزينه اثناء الفيضان، يكون في اتفاق رسمي وسياسي بين الدولتين او بين الثلاث دول رسمي ملزم. الحقيقه اثيوبيا ماشيه في طريق الاتهامات طول الوقت، وتوزيع الاتهامات على السودان وعلى مصر، وواضح ان ده من ضمن يعني الخطه السياسيه اللي بتتعامل بيها اثيوبيا. يعني شفنا كان دينا مفتي من حوالي 15 يوم عمل فيديو عن مصر وعن القاهره، واتكلم فيها بصوره مسيئه جدا، وما كانش في اي تعليق لا من الخارجيه الاثيوبيه رسميا على هذا الفيديو ولا حتى من مكتب ابي احمد. والحقيقه ابي احمد بيتجاهل في ادارته لهذا الملف تحديدا رد الفعل المصري والسوداني على كل ما تخطو. هو في انباء عن مرض ابي احمد، هل عند حضرتك اي معلومات عن ده؟ مش انباء يعني، أنا بعض والله يا استاذه وشفا يعني سمعت نفس الكلام يعني سمعت ده، لكن نفس يعني لكن ما فيش اي تاكيد من الجانب الاثيوبي في حاجه، الا لما بشوفها انت عارفاني في دقه في تناول اي حدث. ما انا عشان كده بسال حضرتك، حتى ان كان هناك مرض طب ما يعني هو ايه المشكله؟ يعني ده قيادة للدولة الأثيوبية، أي قيادة في العالم بيصيبها أي مرض لازم يكون في شفافية، والشعب الأثيوبي يعرف
احنا مش ما فيش ضرر بالنسبه لنا، لا في يعني سعاده ولا حزن ولا. هل في دور للمجتمع الدولي تجاه هذه القضيه؟ هل في دور للمجتمع الدولي تجاه هذه القضية؟ هل ممكن يحصل أي تدخل ما يفرق معنا في القضية دي؟ كل من يعني من مثلاً من الدول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية متدخلة بالفعل. لكن لو فكرنا إن إحنا يعني نقول مين ممكن يتدخل، الحقيقة أنا كنت رشحت قبل كده فرنسا، لأن فرنسا من ضمن الدول اللي ساهمت فيه الأمم المتحدة في التسعينات في صياغه اتفاقيه الميه على مستوى العالم او تنظيم عمل اتفاقيات المياه. وفرنسا يعني نقدر ان عندها معلومات اكثر دقه، لان المكتبين اللي اشرفوا على نشاه النهضه كانوا مكتبين فرنسيين. ونقدر نقول ان فرنسا لو يعني دخلت للمفاوضات هيكون لها تاثير جيد جدا على الوضع المتجمد. احنا نقدر نقول ان المفاوضات المصريه السودانيه الاثيوبيه على الطرف الاخر الحقيقه لا، هي متوقفه وفي حاله جمود، ما اعتقدش ان تتحل في الفتره دي الا بعد تتوجه قياده الاتحاد الافريقي. بشكرك جدا. انا بعول كثيرا على دوليه الكونغو للاتحاد الافريقي، لان يعني ميكانيزم العمل في اروقه الاتحاد الافريقي الحقيقه في غايه الصعوبه وفي غايه يعني التحجر او التوقف. ما نقدرش نصعد القرار الا اذا كان هناك نوع من انواع الاستيعاب من القياده اللي بتقود الاتحاد الافريقي لاشكاليه سد النهضه وحقيقه معالجات. بشكرك دكتوره هبه البشبيشي خبير شؤون الافريقيه. عايزه اقول لكم يمكن هذه اصعب فتره او اصعب مرحله في مفاوضات سد النهضه. القادم بعد الملء هيكون ما فيش اي تصرف ممكن يتاخد تجاه اثيوبيا. الوقت الى حد ما الكميه الموجوده او المتخزنه مقدور عليها وممكن تتدارك. مفيش قدام اثيوبيا الفتره القادمه فكره التسويف اللي حصلت في الملء الاول مش هينفع في المرحله الثانيه، لان ده في خطوره، ومصر كده فعلا هتبقى دخلنا في منطقه الخطر، ومصر مش هتسمح بان يهدد امنها المائي ابدا. وده اللي اكد عليه السيد الرئيس اكتر من مره، واللي اشار ليه السيد سامح شكري وزير الخارجيه في البرلمان. خلينا بما ان احنا جبنا سيره فرنسا كمان، يمكن العلاقات المصريه الفرنسيه ماشيه في اطار دولي رائع، ويمكن ده كان بان اكتر في زياره السيد الرئيس الاخيره لفرنسا. انطلقت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك باحدى القواعد الجويه المصريه بمشاركه عدد من الطائرات المقاتله متعدده المهام في مختلف الطرازات وذلك في اطار خطه التدريبات المشتركه للقوات المسلحه مع الدول الصديقه والشقيقه، والتي ستستمر لعده ايام مع مراعاه كافه الاجراءات الاحترازيه لفيروس كورونا. وتضمن المرحله الاولى تدريب عقد مجموعه من المحاضرات للتوحيد المفاهيم القتاليه وتبادل الخبرات التدريبيه وتنفيذ طلعات التدريبيه على مهام العمليات. وعايزه اقول لحضراتكم كمان كان في شكر من جانب الاعضاء الفرنسيين المشاركين في هذه البانوراما لمصر لحسن الاستقبال وتسهيل كل الامور الخاصه بالتدريب. كان في منهم اشاده بما وجدوه على ارض الواقع. خلينا نطلع نشوف مع حضراتكم، ولا مش معانا فيديو؟ مش معانا فيديو. أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل عن توفير لقاح كورونا لبدء تلقيح الأطقم الطبية القائمة على تقديم الخدمات والرعاية الصحية بمستشفيات العزل التابعة لهيئة الرعاية الصحية بورسعيد. خلينا ناخد مع حضراتكم دكتور جمال نوفال، لا أستاذ جمال نوفال، مراسل صحفي من بورسعيد. مساء الخير أستاذ نوفال. أستاذ جمال مساء الخير. برحب بحضرتك. صوت عندي فاض شويه. برحب بحضرتك يا فندم. كده كويس؟ اهلا وسهلا يا فندم. بداتم في تلقي الاطباء للقاح كورونا. هو بالفعل يمكن من ايام قليله كان بدا اول واحد بدا ياخذ هذا اللقاح هو مدير الشؤون الصحيه بورسعيد ومدير الوزاره الدكتور احمد ابو هاشم. هو اول واحد تلقى هذا اللقاح يعني كتجربه، وكانت الحقيقه شجاعه منه وتحمل كبير للمسؤوليه. وبدات مستشفيات بورسعيد بالفعل في تنفيذ البرنامج الموضوع للحصول على هذا اللقاح. بورسعيد تحتل مركز ال 18 بين محافظات مصر في عدد المصابين بفيروس كورونا، وانا يعني شايف في اقبال من المواطنين على تلقي هذا اللقاح لان في اعداد كبيره يعني اصيبت خلال الفترات اللي فاتت. بورسعيد كانت من في الفتره الاولى من المحافظات الاكثر انتشارا، لكن الحمد لله بوعي المواطن
والتركيز من محافظ بورسعيد وابن الصحة والشرطة في بورسعيد. يمكن حتى محظوظين انتوا يا استاذ جمال، يعني بعد افتتاح المشاريع الاخيره عندكم دلوقتي انتوا اول مكان مخصص لاخذ اللقاح وخاصه للاطباء. قول لي بقى استعداد الاطباء لاخذ اللقاح ده، هل كان في اقبال منهم؟ هل هو اختياري؟ هو طبعا اختياري لغايه حتى الان، اللي بيروح بتوجه لاخذ اللقاح بيقوم باخذ هذا اللقاح. ويعني حتى الان ما فيش حملات منظمه بشكل جدي، لكن المستشفيات مفتوحه لتلقي هذا اللقاح. وانا اعتقد خلال الايام القادمه هيكون في زيارات للاماكن الحكوميه والمصالح الحكوميه ايضا والانديه ومراكز الشباب لوضع خطه مناسبه بحيث الجميع يحصل على هذا اللقاح لقتل هذا الفيروس اللي معطل الحياه في اغلب دول العالم. الحمد لله يعني مصر من الدول المتقدمه في علاج فيروس كورونا بشكل فعال، وبورسعيد بتبقى خاصه من المحافظات اللي بتهتم جدا بصحه مواطنيها. احنا يعني ربنا كرمنا كبورسعيديه اللي بتكون بورسعيد هي الاولى في تلقي اي تجارب تقيمها الحكومه المصريه. حقيقي محظوظين. طبعا يعني ده حظنا الكويس الحقيقه، يعني بتفرق كتير جدا معنويا ونفسيا مع المواطن المصريين اللي بيعاني من كساد تجاري حاد، لكن الحمد لله في اهتمام الدوله تحت قياده. لو سمحت لي حابه بس اعرف اكتر عن الكادر الطبي او الاطباء اللي هم في العزل اللي مخول لهم ان هم يكونوا ياخدوا لقاح، هل هم في منهم حد كان مثلا معترض او له تعليق، وهل هو اختياري ولا لا؟ لا ما فيش اي اعتراض وهو اختياري حتى الان. يعني انا شايف ان الاعداد برضو ليست بال مفيش اقبال بشكل اتفضل مفيش اقبال بشكل كبير، يعني مش كتير قوي زي هو متوقع وطوابير موجوده، لكن هو من وعي المواطنين وحرصهم على يعني العلاج الفعال، ففي الوقت المناسب خلال يومين يمكن بكره او بعد بكره يكون بشكل فعال اكثر إن شاء الله. بشكرك جدا وكل السلامة لكل أهل بورسعيد. أستاذ جمال نوفل مراسل صحفي بورسعيد بشكرك يا فندم. وبرضو يمكن من النشاط اللي حاصل في المحافظات، لما وزير بينزل محافظة يتابع بنفسه ده بيعمل فرق كبير جدا، وخاصة اللي كنا دايما بنقول عليهم المحافظات المظلومة كنا بنقول الكلام ده على محافظات الصعيد. لكن النهاردة عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماع موسعا مع كل من اللواء أشرف الدوادي محافظ إنا والمستشار مصطفى إلهام محافظ الأقصر بحضور ومشاركة رؤساء المراكز المستهدفة في المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف 1500 قرية في 51 مركز خلال العام الحالي. وتستهدف المرحلة الحالية مبادرة الرئيس 7 مراكز في محافظات الأقصر الأقصر وقنا. خلينا ناخد مع حضراتكم أستاذة منى عبدو مديرة مكتب جريدة الوفد بالأقصر. مساء الخير أستاذة منى. مساء النور يا استاذه أنفت، اهلا بحضرتك. برحب بحضرتك معانا، وخليني اسالك عن زياره سيد الوزير للاقصر اليوم. النهارده وصل الى محافظه الاقصر اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه لتفقد عدد من المشروعات التابعه لبرنامج الاغذيه العالمي بمحافظه الاقصر، وبحث ربطها بالمشروعات والمبادرات الناجحه والمتميزه للوزاره في باقي محافظات الصعيد. كان برفقته كل من المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر ومدير مكتب برنامج الاغذيه العالمي للامم المتحده بالقاهره ومسؤول العلاقات مع الجهات الحكوميه بالبرنامج. كما تفقد الوزير مركز الاقصر التنسيقي للابتكار ونقل المعرفه. برضو ايضا في الاطار التعاون ما بين الوزاره برنامج العالمي والاتفاق على مجالات التعاون المشترك. كما عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه اجتماعا موسعا مع كل من اللواء اشرف الدوادي محافظ قنا والمستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنميه المحليه بصعيد مصر والدكتوره ولاء جاد الكريم مدير الوحده التنفيذيه لمبادره حياه كريمه بالوزاره وعدد من القيادات الوزاره وممثلي الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه ومسؤولي اجهزه وزاره الاسكان وجميع القيادات التنفيذيه بمحافظتي قنا والاقصر. وناقش خلال الاجتماع اليات تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري
الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يأتي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، ويستهدف 1500 قرية في 51 مركز على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي. خليني أستفيد بوجود حضرتك أستاذة منى كجزء من شغلك رقابي. كيفية تأثير وجود وزير بيتابع بنفسه على الأعمال الموجودة في المحافظة؟ شايفة ده بيدفع للأمام، تأثيره بيبقى إزاي؟ تأثير وجود تأثير الزيارة طبعا لمتابعة المشروعات بصفة دورية، دي حاجة كويسة أصلا للقرى ولمحافظات الصعيد اللي احنا يعني بنقول كانت مهملة منذ فترة، ولكن والحمد لله في اهتمام كبير جدا بجميع المشروعات، من ضمنها مشروع ضمن حياة كريمة طبعا، وده يرجع الفضل لرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرى محافظات الصعيد بالكامل. أشكرك جدا أستاذة منى عبده مدير مكتب جريدة الوفد بالأقصر، بشكرك جدا. ويمكن مصر دائما مميزة، يعني كل المجالات وكل المؤسسات أو الأماكن الدولية هتلاقوا فيها أشخاص مصريين مؤثرين. وأعلن النهاردة رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب شريف الجبالي دعم اللجنة المرشحة المصرية الدكتورة أماني أبو زيد لإعادة الانتخاب لمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي. وأشاد الجبالي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الدبلوماسية المصرية لدعم الدكتورة أماني أبو زيد للفوز بهذا المنصب المهم داخل الاتحاد الأفريقي. خلينا ناخد مع حضراتكم دكتور شريف الجبالي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. أولا الاسم غلط، شريف الجبالي مش الجبالي. شريف الجبالي، برحب بحضرتك دكتور شريف. أهلا بيك. خلينا أسأل حضرتك عن لماذا ترشيح الدكتورة أماني أبو زيد لهذا المنصب وأهميته بالنسبة لنا؟ لأن عندها كفاءة لازمة لهذا المنصب، يعني ده منصب مهم جدا. الاتحاد الأفريقي عنده عدة لجان، أو زي لجنة الصناعة ولجنة الطاقة، يعني زي أي مؤسسة كبيرة عالمية، وده منصب مهم جدا. وجود حد من مصر لازم يبقى لنا تواجد في أحد هذه المجالس، يعني فده مهم جدا وجود دكتور أماني في هذا الموضوع، يعني شيء مهم جدا يعني إن يبقى تواجد مصر في هذا المنصب. يعني حابه نعرف من حضرتك اكتر عن لجنه الطاقه في بالاتحاد الافريقي. لجنه الطاقه زي يعني هي بتدرس امور الطاقه في القاره كلها، بتشوف ايه الانتاج، بتشوف ايه الموارد الموجوده، بتشوف ايه الامكانيات الجديده، ممكن نقدر نعمل ايه، ازاي نقدر ان احنا نتعامل مع احنا داخلين وقت اتفاقيه التجاره الحره الافريقيه، فمن ضمنها برضو تحليل الخدمات، فبالطاقة دخل فيها الكهرباء وكده، ازاي نعمل شبكة موحدة في افريقيا، يعني امور كتير جدا تشمل هذه اللجنة يعني في مرحلة قادمة يعني ان شاء الله. بشكر حضرتك دكتور شريف الجبالي رئيس لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، بشكرك يا فندم جدا، شرفتنا ونورتنا. كنا يعني كل السوشيال ميديا من امبارح مفهوش غير انه بيشير صورة نافورة مصرية كانت في النيل من 40 سنة ما بنشوفش اي مية طالعة منها، هي ما هي الا مبنى كده خرساني في وسط النيل. خلينا نطلع نشوف الفيديو وهرجع اقول لحضراتكم واكلمكم عن النافورة دي اكتر. خليني اقول لكم على مدى السعادة بنافورة دي. البعض بيقول لك دي مجرد نافورة، انتوا ليه فرحانين بيها قوي وليه كل الشغل معمول لها ده؟ معمول لها ليه؟ علشان هي من 40 سنة قطعة خرسانية في قلب النيل وجماله ميتة. بقت اللي يغفل ويتغافل عن الجمال اللي شفناه ده والحس الراقي الفني اللي احنا شفناه ده يبقى عنده هو مشكلة، لكن مش عندنا احنا مشكلة عشان فرحانين بيها. فكرة انك علشان تشوف نافورة زي دي لازم يتروح مول مهم جدا في مصر، يتروح اوتيل مهم جدا وتدفع عشاء وشويات، لكن دي معمولة للناس البسطة اللي هم بيروحوا يتمشوا على النيل، اللي بيروحوا هي دي الترفيه بتاعهم، التمشية على اي كوبري من الكباري اللي بتبص عليها، فكرة ميدان التحرير الخطوة بينه وبينها. الجمال ده يستحق ان كل المواطنين المصريين البسطاء العاديين اللي بيسافروا ولا بيروحوا ولا بيجوا ولا بينزلوا في مولات ولا اوتيلات ولا اي مكان في الجمال ده، ده من حق الناس. انا شايفة ان دي خطوة راقية انسانية من حق المواطن المصري. وفكرة احياء شيء ميت بقاله 40 سنة
انك تاخد بالك منه وتحييه بالجمال ده وبالعظمه دي ولفت. انتوا عارفين نهر النيل اصلا قد ايه مشهور وقد ايه كيان مهم يعني على مستوى العالم كله، انك تلاقي كمان جمال جواه بيلفت النظر ليه، ده من حقكم يا مصريين. يعني اتبسطوا بكل انجاز بيتم من 40 سنه خرسانه ميته لكل الجمال اللي قدام حضراتكم ده بصوته بصورته. وعايزه اقول كمان الاهم في الانجاز ده انه بايادي مصريه خالصه، ده شيء يدعو للفخر. انا فخوره جدا، مبسوطه ان كل اللي هيتمشى على النيل هيقدر يشوف ويوري ولاده الحلاوه اللي احنا شايفينها على الشاشه دي. كمان خلينا ننتقل مع حضراتكم لنوع اخر من الجمال والحلاوه، وهو مجهود لقواتنا المسلحه في التطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا، وده كان في مواقف جماعيه من اهمها هتكون في الجيزه والاماكن في المنيب، الاماكن الاكثر ازدحاما والاكثر تواجدا للمواطنين، وخطوط المواصلات فيها جماعيه وكثيفه وفيها عدد من المستخدمين يوميا. هنطلع مع حضراتكم نشوف الفيديو وهنرجع على فقرتنا الحواريه ان شاء الله الاولى. القوات المسلحة المصرية، الحصن والسنة. استمرارا للحملة المكثفة التي تقوم بها القوات المسلحة لمساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، واصلت الإدارات التخصصية المعنية تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم لعدد من المرافق الحيوية الهامة التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين، حيث تم الدفع بأطقم التطهير والتعقيم للقيام بأعمالها بمجمع مواقف المنيب والمناطق المحيطة به باعتباره من أهم مواقف النقل الجماعي بمحافظة الجيزة، لما يحتويه من خطوط مواصلات جماعية وكثافة عددية من المستخدمين يومياً. كما شملت أعمال التطهير والتعقيم مجمع ميناء القاهرة البري بالترجمان ومحطة ركاب النقل الجماعي بالقللي باعتبارها مقصداً رئيسياً لكثير من المسافرين بشكل مستمر، حيث تم تطهير وتعقيم أماكن انتظار الركاب والممرات الداخلية والعديد من المباني، فضلاً عن تطهير عدد من الأتوبيسات التي يستقلها أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم، وذلك لضمان سلامة المواطنين للحد من انتشار الفيروس. كما تم تطهير محطتي مترو جمال عبد الناصر وأحمد عرابي من خلال أطقم التطهير المحمولة. وفي نطاق المنطقة المركزية العسكرية، كثفت عناصر القوات المسلحة توزيع المسقات الطبية في الميادين والمناطق الحيوية، فضلاً عن فتح عدد من النقاط التي تقدم الخدمات الطبية كقياس درجة الحرارة ونسبة الأكسجين في الدم للاطمئنان على صحة المواطنين وحثهم على البعد عن التزاحم واتخاذ كافة إجراءات الوقاية والحماية الفردية بعدد من المحافظات التي تقع في نطاقها. إضافة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. يأتي ذلك في إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، بما يكفل سلامة ووقاية أبناء الشعب المصري العظيم.